سيكون الحب بين حراء وأرهون مهتزا للأسف، لأنه إذا كنتم تتذكرون في الحلقات السابقة فقد لعبت نيفا خدعة سيئة للغاية على حراء مرة أخرى. استأجرت نيفا قاتلا محترفا وطلبت منه قتل حراء، ونتيجة لذلك وجه القاتل الذي استأجرته نيفا مسدسه نحو حراء. على الأغلب لن يحدث شيء لحراء في الحلقة القادمة، لأنه مثلما كان القاتل على وشك إطلاق النار على حراء سيحدث خطأ ما مرة أخرى، ونتيجة لذلك سوف تسقط حراء على أقدامها الأربعة مرة أخرى. لكن في نهاية الموسم من المسلسل لن تكون حراء محظوظة جدا، لأن حراء سيتم إطلاق النار عليها في النهاية. في الواقع وفقا لبعض الأخبار التي تلقيتها فإن نيفا وحراء سوف يتدحرجان من الهاوية بسيارة. لن يكون من الممكن الوصول إلى جثة حراء، لأن حراء سوف تسقط في البحر وسيسحب الموج حراء أكثر. سوف تواجه نيفا أسوأ الألم، لأن نيفا سوف تحترق حتى الموت لأنها عالقة في السيارة. لذلك سنتحرر جميعا أخيرا من نيفا. ومن ناحية أخرى، إذا تم نقل الحلقة النهائية للموسم من المسلسل إلى موعد لاحق فستكون هناك مفاجأة أخرى جميلة جدا في المسلسل. اسم هذه المفاجأة سيكون طفل حراء، لأن حراء ستحمل وتلد طفلا في الأيام القادمة. سوف يستغرق الأمر بعض الوقت قبل أن تدرك حراء أنها حاملة، لأن حراء ستكون مشغولة قليلا في الأيام القادمة. لن تتمكن حراء من معرفة الأخبار السارة حتى تنتهي مشاكل حراء ومشاكل أرهون، لكن لحسن الحظ ستتوصل حراء إلى نتيجة مفادها أنها حامل بعد عدة حلقات، لأن حراء سوف تشعر بالدوار في الحلقة القادمة. سوف يغمى على حراء من وقت لآخر وتسقط في وسط القصر، لكن لحسن الحظ سيلاحظ أرهون حدث حراء ويأخذها إلى المستشفى بشكل عاجل، أو سيقوم أرهون باستدعاء طبيب إلى قصر حراء. الطبيب الذي يفحص حراء سيدرك أن حراء حاملة، ونتيجة لذلك سيخبر الطبيب حراء بشرى سارة أنها حاملة. سوف تصدم حراء أيضا بهذا الخبر، لكن حراء ستكون سعيدة جدا بعد ذلك. سوف تذهب حراء لإعطاء أخبار هذا الطفل إلى أرهون. عندما يكتشف أرهون أن حراء حاملة سيقبلها على خدها. بمعنى آخر سيتم طرح مشاهد الحب في المسلسل على جدول الأعمال مرة أخرى. سيتحول الحب بين كينان ونورشا إلى زواج حقيقي، لأنه في الحلقة السابقة ذهبت العمة زليخة إلى عفيفة وقالت إن الزواج بين كينان ونورشا كان إجراء شكليا. في الحلقة القادمة إذا لم يتخذ كينان الخطوة الأولى نحو الحب فسوف يفقد نورشا إلى الأبد. لقد تم بالفعل إنهاء دور كينان ونورشا في المسلسل، لذلك لن يكون هناك حب بين كينان ونورشا في الموسم الجديد. سيكون لمسلسلنا خاتمة موسمه يوم الجمعة 28 يونيو، ولكن على العكس من ذلك إذا تغير تاريخ نهاية الموسم للمسلسل فستكون نهاية الموسم للمسلسل في يوليو. إذن هل تعتقدون أن حراء ستموت بسبب القاتل المأجور الذي استأجرته نيفا؟ سأكون في انتظار تعليقاتكم أدناها.